طيب عايزين بس نتكلم اكتر عن قصته قصه الفيلم نفسه يعني قصه الفيلم مثلا بقى. اه الصعوبات اللي بيواجهها آه. آه ايسو وازاي الناس بتتعامل معاه من خلال آه الفيلم. ده قصه جديده مش كده سوبر ايسو آه. سوبر ايسو بقى هو بيتكلم انه هو ولد بيصحى بقى الصبح ورايح التمرين تعرف الاولاد المميزه بيبقى اهاليهم واخدهم على طول وبيتحطهم في تمارين وفي حاجات فنيه وكده فبيبقى عليهم ضغط برضه نوعا ما وبيتعرض ان هو رايح التمرين الصبح اوكي بيصحى مع مامته وبعدين م. بيتعرض للتنمر وهو بيعوم الولاد بيضحكوا عليه ايه ده غريب قوي بيعوم بطريقه غريبه كده وبعدين هو بيبتدي يعوم بس مش بيعوم قوي لان الحاجات دي اثرت فيه طبعا فبيرجع يعني ما بيسبقهمش وما بيعرفش كويس اه م. وبيبتدوا وبيطلع لمامته يقول له بيقول لها انا مختلف وانا مش زيهم فانا مش عايز اكمل في في السباحه فهي برده باين ان الام قد ايه بتبقى محتويه الموضوع ودي مهمه جدا لان الام هي الحكايه كلها طبعا يعني هي فعلا لازم الحكايه لازم لازم تدعمه للنهايه بالظبط فبتقول له خلاص ما تعيطش مش مشكله ويعني اخذت الموضوع من غير ضغط وكده وهو بقى بعد كده بيحصل بقى في الفيلم حته كده ان هو بيبتدي بينام وبعدين وهو احنا عاملين ميكس كده بين ما هو نوم ولا حقيقه وبيتمشى في الجنينه م. بيلاقي من غير ما يقصد بيبقى بيلاقي بيخ بيخبط في بيت نمل فبتطلع له النمله والنمله المره دي طالعه وهي عندها حاجه في رجليها يعني م. رجليها هي ما بتمشيش كويس وعندها رجليها مش يعني مش عاديه م. ومركبة رجل كده وربطها بطريقة من شجرة وبتاع فبس فبتقول له أنت هتساعدني في أنت هديت البيت وأنت كنت عايز تموتني قالها لا مش قاصد أنا كده وبعدين بتبتدي بقى يقول تقول له يقول لها طب هتساعديني إن أنا أبني, أبني البيت فقالت له اه هساعدك فقال لها طب هتساعديني ازاي فهو المره دي هو اللي بيجدج وبيتنمر مم. ان هو انت ما عندكيش رجل يعني عارف اللي هو فقالت له لا انت فاكر ايه وبتبتدي تغني وتوري له هي بقى بالنسبه له بتبقى المنتر بيصحى مم. بقى انه حابب ان هو بقى يكمل ويروح السباحه فتشجيع يعني هو الفيلم فيه رساله كده تشجيع جميل جميل. وانه رسائل الحاجات دي يعني كلها بتتكلمي عن عدم إيذاء حيوانات عن عدم الحكم على شكل الاشخاص انت عملتي الدراسه رسائل هي رسائل. حاجات كتيره أوه. فعلا كده وساعدني فيها يعني طبعا محمود هو اللي كتب القصه وفعلا طلعت حلوه جدا يعني ف فدي الفكره ردود الفعل بقى انت قلتي انت ردود الافعال قلتي الاطفال اولاد صاحباتك او اللي انت عارفاهم مثلا بيتفرجوا على الفيلم بعد ما تشوفوا او صوروهم هم بيشوفوا الفيلم ردود افعالهم كانت عامله ازاي لا كله مبسوط بقى وكمان لما بتطلع نمله كده وبعدين فيها خيال شويه هتعض فتز هو صغر وبقى قد النمله فيعني كلها كانت حاجات مفاجات كده في الفيلم مم. طبعا المخرج خالد زبطها جامد فكل حاجه كانت عارف اللي هي مبهرة وفيها حركة بسرعة وفي خلال الست دقايق دول الفيلم كده كبسولة بسيطة فالناس طالعة فاهمة كمان إن النملة بتقدر تشيل أكتر من وزنها ومش مشكلة فكرة إن عندها رجليها ما بتمشيش كويس بس هي بنت البيت وفرحانة ووراها نمل كتير ويعني تحسها شخصية كده النملة كمان طالعة شخصية مهمة جدا ف